مرحبا جميعا، اعتذر عن الاصوات اللي برا لكن صراحه ما اقدر اتحكم فيهم، اصوات من برا هذه. لكن ان شاء الله اليوم الفيديو راح يكون عباره عن جوله بغرفتي، او بالاخص جوله بمكتبي، لانه زي ما انتم عارفين غيرت غرفتي، نقلت غرفه جديده. اذا انتم متابعوني بسناب شات وبالانستغرام اكيد انكم عرفتوا اني نقلت غرفه جديده، وكل يوم بتقولوا لي هبه متى تسوين روم تور. فان شاء الله ان شاء الله الروم تور الكامل راح تنزل قريب، بس اخلص باقي الاشياء. لكن اليوم ان شاء الله راح اخذكم بجوله بالمكتب. طبعا هذا مكتب الجديد اللي مره عانيت عشان اخذه. اذا حابين اسوي لكم فيديو كامل اقول لكم قصه هذا المكتب اكتبوا لي تحت في التعليقات، لاني قعدت فيه شهرين لحد ما وصلني الحمد لله. اذا متحمسين خلونا نبدا بالفيديو. اول شيء خلونا نبدا من الجهه اليمنى. هنا حطيت هذه الكنبه، اتوقع اني اخذتها من ميداس لكن مو متاكده 100%. على العموم هي عباره عن كنبه جدا بسيطه، اتوقع تتوفر لها اشكال مشابهه بايكيا وغيرها. حبيت مره لونها، حسيته جدا فاتح وجميل جدا ومره اعجبني. بس الشيء اللي ما عجبني صراحة الخامة شوي يعني صعبة التنظيف، لكن بشكل عام مرة حبيت شكلها البسيط. بالنسبة للمخدات اللي لونها بيج هذه جاية مع الكنبة، أما اللي عليها نقوش على شكل أوراق شجر فهذه من H&M Home. إذا حصلت لها رابط إن شاء الله راح أترك لكم إياه تحت بصندوق الوصف. أما بالنسبة للمخدة الذهبية هذه فأنا أخذتها من موقع نيو شيك، راح أترك لكم إن شاء الله رابطها تحت بصندوق الوصف. نجي هنا عند هذه الزاوية، أتوقع تذكرون بعض الأشياء لأني جبتها من غرفتي القديمة. بالنسبة للطاولة الخشبية والمراية كلهم من إيكيا، وجدا حبيت اختلاف ألوان الخشب، مرة حسيته يعطي جو جميل. بالنسبة للنبتة فهي نبتة نخيل الخيزران، والإضاءة اللي عند النبتة فهذه أخذتها من موقع نيو شيك. وإذا حابين تعرفون أكثر عن النباتات الداخلية اللي راح تشوفونها بهذا الفيديو، راح أترك لكم رابط الفيديو فوق هنا وتحت بصندوق الوصف إذا حابين تعرفون أكثر عن النباتات. هو عبارة عن آخر فيديو نزلته بقناتي تكلمت فيه عن معظم النباتات اللي أمتلكها. نجي الحين عند المكتب. بالنسبة لهيكل المكتب فأنا أخذته من إيكيا، طبعا يتوفر عندهم أنواع رجل مرة كثير وأسطح مرة كثير، تقدرون تركبون على كيفكم وتشوفون الأشياء اللي تناسبكم، فمرة أفكارهم حلوة. راح أترك لكم إن شاء الله رابط موقع إيكيا تحت إذا حابين تشيكون عليه. ليش اخترت هذا المكتب بالذات؟ حسيت شكله جدا جميل وكأنه عتيق بنفس الوقت، وشي ممكن يعيش معي وقت طويل. غير كذا نفس الأرجل هذه لها القدرة أنها ترتفع وتنزل وتكون بزوايا مختلفة. راح أترك لكم إن شاء الله فيديو تعليمي عن طريقة كيف تلفلفون بهذا المكتب، مرة طرقة حلوة وفكرته جدا جميلة وشكله بشكل عام يعني مرة حلو. بالنسبة للكرسي فأنا بحثت كراسي كثير بإيكيا وما حصلت شيء مناسب، لكن لما بحثت بموقع سوق.com حصلت هذا الكرسي أخيرا، حسيته فعلا يناسب مكتبي، فجدا حبيت التناسق بينه وبين مكتبي، كلهم أرجلهم خشبية والأسطح بيضاء. الكرسي يعتبر مريح إلى حد ما، لكن بعض الأحيان علشان أزيد راحة أضيف بعض المخدات، فراح أترك إن شاء الله جميع روابط هذه المنتجات تحت بصندوق الوصف إذا حابين تشيكون عليهم. بالنسبة للجهة اليمين من المكتب فأنا حطيت عليها بعض الكتب والنباتات، طبعا أغيرها على حسب المزاج، أحيانا النباتات أحيانا صحن نحاسي، يعني على حسب المزاج. على اليمين مرة حطيت نبتة الببروميا، من حطيتها ما حركتها من مكانها صراحة، حسيتها جدا مناسب وأضافت جو جدا جميل. وجنب الكتب دائما احط كميه ستيكي نوت مناسبه، لاني غالبا لما اقرا او اكتب او ادرس احتاج مره ستيكي نوت، فاخذت هذه الستيكي نوت اللي على شكل قطط، شكلها مره كيوت. سعرها بس 12 ريال، راح اترك لكم ان شاء الله رابط شرائها تحت بصندوق الوصف. غير انه شكلها مره كيوت، سعرها جدا مناسب وجودتها جدا عاليه، فصراحه من الاشياء اللي مره انصح فيها. بعد كذا لو تلاحظون على مقبض الورق اللوحي حاطه انا اقتباس مكتوب عليه خذ وقتا لتجعل روحك سعيدة، فأحس هذا الكلام يعني شيء جيد إنكم تشوفونه لما تشتغلون ولما تكونون منضغطين، مرة كذا كلام تحسونه جميل جدا. راح أترك لكم إن شاء الله رابط لهذا الاقتباس إذا حابين تطبعونه مجانا. وعند الزاوية هذه أنا غالبا أحط شموع وأقلام وهالأشياء، طبعا الشمعة الخضراء هذه أنا أخذتها من H&M Home. وبقول لكم شيء مهم يا أصدقاء، مرة شيء مهم، لازم نقص فتيل الشمعة الطويل، هذا الشيء يخلي الشمعة تشتعل بشكل أبطأ ويخلي الريحة تنتشر بشكل أكبر وأوسع، شيء مرة مهم يا جماعة. بالنسبة لهذا المقص فأنا أخذته من موقع ليفينج، راح أترك لكم إياه إن شاء الله تحت بصندوق الوصف، سعره بس 30 ريال، سعر مرة مناسب وغير لكم حياتكم مع الشموع، يخلي الشمعة ريحتها أحلى أقوى وبدون روائح الحريقة هذيك اللي تحسونها مرة مزعجة، فصراحة أداة جدا مهمة وأنصح فيها بشكل كبير.
والإطار الخشبي الخلفي اللي وراه هذا أخذته من إيكيا. بالنسبة لقاعدة الأقلام فهذه أنا سويتها DIY، راح أترك لكم إن شاء الله رابط الفيديو تحت إذا حابين تشيكون عليه. أما بالنسبة لقاعدة الشموع فهذه أخذتها من دايسو. وصلنا الحين عند الجهة اليسار من المكتب. اللوحة هذه أخذتها من موقع ليفينج، راح أترك لكم إن شاء الله رابطها تحت بصندوق الوصف. جودتها جدا عالية، نفس القماش حقتها تحسونها مرة قوية، يعني مرة حلوة. أما بالنسبة للإطار الذهبي فهذا عندي من زمان، إذا حابين أسوي لكم عليه DIY اكتبوا لي تحت في التعليقات لأنها جدا سهلة. وبالنسبة للأرانب اللطيفة هذه فأنا حصلتها بالسوق الصيني، ما قدرت أخليهم، قلبي ما سمح لي، أشكالهم مرة لطيفة. إذا أنتم تعرفون أي موقع أونلاين يوفرهم اكتبوا لي تحت في التعليقات، لكن للأسف أنا ما حصلت، بس بشكل عام أشكالهم مرة لطيفة. إذا حصلت لهم أي مصدر إن شاء الله راح أتركها تحت بصندوق الوصف. وأيضا نفس الشيء على الطرف، أنا حاطة هنا نبتة الببروميا، حسيتها كذا تعطي جو جدا جميل. جار الزجاج هذه فأنا أخذتها من إيكيا، والنباتات اللي أضيفها بالداخل فهذه عبارة عن نباتات مزيفة، أخذتهم من موقع نيوشيك، راح أترك لكم إن شاء الله روابطهم تحت بصندوق الوصف. نجي الحين تحت عند الجهة اليسرى من المكتب، طبعا هذه الجهة الوحيدة اللي حطيت فيها شيء، حطيت فيها نبتة نخيل الخيزران هذه، حسيتها أضافت جو جدا جميل. بالنسبة للإناء اللي حطيته فكلهم أخذتهم من موقع نيوشيك، راح أترك لكم إن شاء الله روابطهم تحت. حتى السلة هذه اللي عبارة عن سلة خوص، مرة حلوة هذه بعد للنباتات، تحسونها كذا تضيف جو مرة مختلف. أما بالنسبة للسلة فأنا أخذت حجمين، حجم كبير وحجم صغير، مرة حبيت أشكالهم، حسيتهم جدا لطيفين، يضيفون جو جدا جميل، جودتهم جدا حبيتها. والأفكار طبعا لا منتهية، أنا جربت هنا حطيت بطانية وحطيت كتب، وأيضا ممكن تحطون نباتات وأشياء كثير، هذه الأشياء اللي ببالي. لكن بشكل عام مرة شكلها كيوت، سواء جنب المكتب، جنب الكنبة، أو جنب السرير، بكل مكان يضيفون جو جدا جميل. ولو لفينا شوي على اليسار راح نحصل السرير، طبعا تكلمت عنه بشكل كامل بآخر روم تور، وراح أتكلم عنه إن شاء الله مستقبلا بالروم تور الجاي. ممكن ترجعون للروم تور السابق وتشوفون فكرة التخزين اللي موجودة في السرير وكل هذه الأشياء. وللأسف إلى الآن ما اشتريت إضاءة مناسبة للمكتب، لكن لما يجي غروب الشمس الأشياء اللي أشغلها هي هذه الفيري لايتس، أخذتها من موقع ليفينج. الشيء اللي حببني بهذه اللايتس صراحة إنه حجمها جدا خفيف، يعني مستحيل تطيح. هذه كانت عقدتي صراحة بالأشياء اللي جربتها قبل، لكن هذه صراحة أنصح فيها ما تطيح أبدا، شيء مرة حلو. ولو تلاحظون على اليسار وجود هذا القمر اللطيف الجميل، من أفضل الأشياء اللي اشتريتها مؤخرا. طبعا عبارة عن إيش؟ عبارة عن قمر مضيء بلونين، لون أبيض ولون أحمر، مرة شكله لطيف، وشكله بالحقيقة والواقع جدا أجمل من التصوير، يعني فعلا كأنه قمر حقيقي. مرة أنصح تشيكون عليه، يضيف أجواء جدا جميلة، قطعة رائعة صراحة مرة أنصح فيها. وبكذا تكون انتهت الجولة بالغرفة، عرضت لكم المكتب، الكنبة، الأجزاء المنتهية تماما. فأتمنى صراحة أنه الفيديو أعطاكم إلهام، فالهدف الرئيسي من هذا الفيديو كان أنه يعطيكم إلهام يخليكم تصممون غرفتكم بالشكل اللي يناسبكم، هذا هو كان الهدف الرئيسي. فأتمنى أنه الفيديو أفادكم، استفدتوا، استمتعتوا، لا تنسون تعطون الفيديو أكبر لايك، خلونا نوصل هذا الفيديو 7000 لايك، 5000 لايك. إذا وصل هذا الفيديو 5000 لايك بأسرع وقت ممكن راح ينزل فيديو الروم تور بأقرب وقت ممكن. وكختام للفيديو حبيت أني أتكلم وأعرض لكم موقع ليفينج، الموقع اللي أخذت منه معظم الأشياء اللي عرضتها لكم بالفيديو. موقع جدا رائع أنصح فيه، يتوفر فيه البلانرز وأنواع كثير منها وقرطاسية وأشياء مرة كثير، فرح أترك لكم إن شاء الله رابط الموقع تحت بصندوق الوصف. يتوفر عندهم الدفع عند الاستلام، رح أترك لكم إن شاء الله رابط الموقع تحت بصندوق الوصف، فلا تنسون تشيكون عليه. وصلنا لنهاية الفيديو، الحين لازم نسوي الأوترو. أتوقع هذا كان كل شيء للفيديو اليوم، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، استمتعتم ومستفدتم من الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطون الفيديو لايك، وإذا أنتم جديدين على القناة لا تنسون تسوون سبسكرايب علشان إن شاء الله توصلكم الفيديوهات أول بأول، ولا تنسون تشغلون زر الجرس علشان بعد توصلكم الفيديوهات كل مرة أنزل فيديو. مجهزت لكم فيديوهات تحمس، روتينات صباحية، روتينات مسائية، وأشياء زي كذا، يعني أشياء حلوة. فلا تنسون تشغلون زر الجرس علشان يجيكم تنبيه أول ما ينزل الفيديو. أتمنى لكم يوم سعيد، شكرا لكم مرة، أحبكم مرة، أحبكم، أتمنى لكم يوم سعيد، أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.